السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. هاني نتمع الوحده ديال الليل، تفاجات بالتليفون، جاو لي ميساج طا 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 طا، نط نشوف اش كاين. ولكن المفاجاه تبارك الله، لقيت واحد الفرحه عارمه، واحد الفرحه زوينه دخلت لقلبي بزاف وعجبتني. الخوت راكم مع قناه طارف تي في، وما دابكم تبارطاجيو لهذا الفيديو باش يوصل لاعلى مستوى، لان علاش هذا الفيديو ماشي كل الفيديوهات. تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. كتعرفوا بان هذا الملتقى الرياضي حرك المشاعر ديال العرب وجمعهم كرجل واحد مع الدولة المغربية، مع الشعب المغربي، وكذلك مع العالم العربي والإسلامي كاملة، متضامنين تبارك الله يدا في يد. وهكا كنبغيو في النخوة ديال العرب والنخوة. وسمحوا لي راني نتعاد من النعاس، لأن غادي دابا نصوب داك الفيديو وغادي نصيفطو لكم. خوتي تحياتي، وعاونونا وشاركونا هاد الفرحة الكبيرة اللي راها من دولة فلسطين. هاد لي فيديو من دولة فلسطين الحبيبة. حياكم الله ورعاكم مع قناة طارف تي في، شكرا لكم ورحنا معكم. هانتوما تابعوا هاد المشاهد، حياكم الله ورعاكم. يا شمس طول واشرقي عن المغرب تغربي، عن المغرب تغربي. ودير الاسد كالوند فيها الكرام مرتب، والمونديال ما العلم لما نغنى لطربي. يا شمس طول واشرقي عن Oh!
الاحتفالات بث مباشر. سلالة محمد عبد القادر الجيلاني، سل الله يا جيلاني. هاي السماعات اللي كنت حط السماعات.